هذا تقريبا غير واحد الميني كورس غادي يكونوا فيه 10 ديال الليسنز ماكسيموم. يعني لوبجيكتيف ديال هاد الليسون هو ناخذ سون بيزيك ايديا البروتوتايب، يعني مثلا كيفاش اجوتي دي ميثود، كيفاش اجوتي دي بروبريتي، اشنا هي ديك البروبرتي البروتوتايب، وكيفاش كتكون اكسيسيبل، كيفاش مثلا ديروا انيميريشن بالنسبه للبروتوتايب، يعني انهيريتنس هي غادي ناخذ عليه واحد البيزيك ايديا، بروتوتايب تشينز اي سم اذر كونسيبت اللي هما لي البروتوتايب. دونك غادي يكون هادشي براكتيكال وغادي يكون داكشي غادي رابيد، ماشي فحال الدرس الاخر اللي فات اونيفو دي جافا سكريبت فاندمنتالز اللي حاولت نمشي فيه في الديتاي بزاف. دونك هذا الدرس غادي يكون تكميله للاخر درس اونيفو دي جافا سكريبت فاندمنتالز. يعني كنفضل بان اي واحد يبغي يبدا معنا هذا الميني كورس يتفرج في الدرس رقم 43 في جافا سكريبت فاندمنتالز اللي هضرت فيه على البروتوتايب وشنو هما المشاكل اللي حلات. دونك هنايا غادي يكون واحد الميني كورس عنده علاقه بالبروتوتايبس، غادي ناخذ فيه سام بيزكس ايديا وغادي نشوفوا فيه سام يوز كيزز، وفي الاخر غادي نهضروا على الانهيرتنس والبروتوتايب تشينز. هذاك الدواس الاخرين اللي غادي تكون اونيفو ديال هذا الكورس هما اللي غادي يعطوك واحد البيزك ايديا اللي كنتي غادي تخدم بجافا سكريبت او بي ولا جافا سكريبت اوبجكت اورينتد بروغرامين، لانك اون جينيرال انت ملي كتخدم جافا سكريبت اكما سكريبت 6 وكتخدم داك الكلاس كيورد باش كتخدم ترد جافا سكريبت اورينتي اوبجي، هذيك كتعني اشنا هو فيها بيهايند سين غير دي بروتوتايب. كيتسمى سينتاكس شوغر، يعني هذاك سينتاكس شوغر غير كيخدم اون جينيرال بيهايند سين ولا اندر ذا هود كيف ما قلت لكم هذوك البروتوتايب. دونك في هذا الدرس غادي تاخذ واحد البيزك ايديا قبل ما نبداو ندخلوا في الدرس واحد اخر نهضروا فيه على جافا سكريبت او بي، يعني غيكون مدخل رئيسي. دونك نبداو اول درس نكتشفوا فيه هذيك البروتوتايب بروبرتي كيفاش كنأكسيديو ليها واشنا هي اكزاكتلي وامتى كتكون اكسيسيبل وكيفاش كنقدروا نمابيو لواحد البروتوتايب سام ووردز وكيفاش كنقدروا نأكسيديو ديك الديسك كيورد ملي كنخدموا بواحد الكونستراكتور. دونك نمشيو للدرس الاول ونبداو الكود ديالنا.